بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنستكمل فيه أو نتناول فيه الدرس الثاني أو الخطوة الثانية من تحليل الاستبيانات. من وجهة نظري طبعا باستخدام برنامج الـ CBSS، من وجهة نظري هذه الخطوة مهمة جدا، وللأسف كتير جدا من الباحثين بيتخطاها بسرعة وبيترتب على الأمور دي أشياء غير دقيقة. هنتكلم في ايه في الخطوة التانية؟ هنتكلم على اكتشف بياناتك. مهم جدا انك انت تعرف الخطوة التانية هو ان تعمل اكسبلور لليور داتا. كتير من الكتب اللي هو سكوت يعني بتأكد على فكرة ان احنا نهتم باكتشاف البيانات، وهنوضح ان نكتشف بياناتنا قبل اجراء اي تحليل احصائي، لان برنامج الـ SPSS يعني يختلف عن برنامج الاكسل مثلا. لو انت غيرت رقم واحد او اكتشفت خطأ في بياناتك بعد ما عملت الاحصاء بتاعتك، للاسف الشديد هترجع تعمل الاحصاء كلها من اول وجديد، مش زي مجرد ما بتغير قيمة في الاكسل الشيت كله بيتغير. طيب، معاكم الاستاذ الدكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصاء والقياس النفسي والتربوي كلية التربية جامعة اسكندرية. دايما بقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير. في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب على اساس ان اول ما ينزل اي فيديو يوصل لك، ويا ريت ما تنساش الكومنت تعليقاتكم. مش عايز اقول لك انا من تعليقاتكم بتعلم حاجات قد ايه، بتعلم انتوا بتفكروا في ايه وانا بفكر في ايه، وبالتالي بنتقابل في نقط محدده. خلينا نتجه مباشره ونقول ان في اكتشاف البيانات في ثلاث حاجات مهمين جدا. لازم نتكلم على البيانات المفقودة والبيانات المتطرفة أو القيم المفقودة والقيم المتطرفة وإعادة ترميز العبارات السالبة. دي تلات حاجات لابد إنها تتحسن في البداية. هل أنت عندك missing data، بيانات مفقودة ولا لأ؟ عندك outliers ولا لأ؟ عندك بتحتاج إعادة ترميز للعبارات السالبة؟ هل أنت عندك عبارات سالبة ولا لأ؟ التلات حاجات دولت لابد تفحصهم كويس جدا وتعرف الإجابة عليهم، ثم تنتقل بعد كده بقى إنك أنت تعمل معامل ارتباط، تحسب إحصاء وصفي. حتى الإحصاء الوصفي المتوسطات وانحرافات معيارية ما تعملهاش إلا لما تعمل حتى الدرجة الكلية على البعد، ما تعملوش إلا لما كل الامور دي تتم في البدايه. الميسنج داتا قضيه يعني يهتم بيها الغرب اهتمام شديد جدا، احنا بنعدي عليها مرور الكرام. البيانات المتطرفه الاوتلايرز وازاي اكتشفها وازاي اتعامل معاها برضه كلها من الامور المهمه جدا اللي احنا للاسف يعني ما بتذكرش حتى في بحوثنا. يعني من يبدا البحث كده يقول والله انا عندي، مع ان طبعا ده كتير جدا من المجلات بتقول لازم تقول لنا كان عندك ميسنج داتا ولا لا، واتعاملت معاه عملت معاه ايه. ما عندكش يقول لي والله، لان هم يعني بيفترضوا ان اي حد بيعمل بحث بعنده ميسنج داتا، فبالتالي اتعاملت معاها ازاي، وبيقولوا كمان ايه الطرق الكويسه وايه الطرق اللي مش كويسه. المهم طبعا مش هنقدر نخش في التفاصيل دي كلها لان احنا في بدايه لسه تعاملنا مع الاستبانه. كل اللي احنا عملناه في الفيديو السابق لو ما شفتوش هعمل لك لينك ليه، وهتشوف حالا دلوقتي رابط بيشير اليه. لو سمحت شوف الفيديو السابق، لان هو كيفيه تحويل البيانات من صوره مقياس الكتروني الى صوره يفهمها برنامج الاس بي اس اس، دون الحاجه الى مرور على ملف زي الاكسل. مش لازم اروح الاكسل علشان اعمل القصه ديت، انا ممكن في الاس بي اس اس اعمل الكلام ده هو. طب تعال نروح مع بعض على برنامج الاس بي اس اس ونشوف الخطوه الاولانيه، البيانات المفقوده والبيانات المتطرفه واعاده الترميز. وهبدا بالبيانات المفقوده لانها قضيه مهمه، ثم هنتقل لقضيه البيانات المتطرفه، ثم هنتقل الى اعاده ترميز الفقرات او اعاده تنظيم العبارات. كل الكلام ده هو العبارات السالبه طبعا، كل الكلام ده لازم يتم قبل ما تجمع حتى الدرجه، قبل ما تحسب ثبات، قبل ما تعمل اي حاجه. تعال نروح مع بعض على برنامج الاس بي اس اس. احنا دلوقتي برنامج الـ SPSS، ودي الداتا اللي احنا حولناها الى صورة الكترونية. على فكرة كانت يتطلب الامر مني ان اتحرك ما بين اكتر من داتا، لكن عشان اوريكم افكار مختلفة وحضراتكم تستفيدوا بيها. دي شكل المتغيرات بتاعتي، زي ما انا قلت ان الجزء الاول او السؤال الاول والسؤال الثاني حكاية اسم الشخص وحكاية يعني اسم المدرسة، كل ده يعني او خصوصا اسم الشخص، يعني المفروض اسامي الاشخاص لا تظهر، فده ممكن اعمل له كلير كده واكتفي ببداية بالسؤال اللي فيه المدارس. تمام، ممكن مهم جدا ان انا اقعد تسمية المتغيرات. انا عندي المتغير الاولاني ده هو ده اسم المدرسة، فممكن اروح هنا واسميه المدرسة بالعربي او سكول بالانجليزي اللي يعجبك. ف
فممكن هسميه المدرسه، اسم المدرسه. ثم بعد كده عندي متغيرات اخرى اللي هي ثلاث متغيرات، حاجه اسمها العمر، العمر، وحاجه اسمها سنوات الخبره او الخبره، الخبره. وعندنا هنا هوت في الحاله الاجتماعيه، الحاله الاجتماعيه. لاحظوا حضراتكم مثلا في العمر، طبعا هنا في حاجة مهمة جدا، اسم المتغير ما يكونش فيه بينه مسافة، ما ينفعش اقول العمر او اقول سنوات الخبرة او اقول سنوات الخبرة واسيب مسافة، ما ينفعش، لازم كده اقول اندرسكور الخبرة كده، سنوات الخبرة. طبعا لو انا بتكلم هنا الحالة الاجتماعية فاكتب كده الحالة الاجتماعية، لازم احط كده اندرسكور ما بين ده وما بين ده هو. طبعا هنا عندي العمر ان يكون سترينج او مش سترينج، مش قضيه، مش قضيه، ممكن ان انا اغيره عادي جدا. لكن لو انا رحت طبعا المدرسه ما ينفعش ان انا اغيرها، لانه غيرتها العمر. لو انا كده طبعا خلينا عند الخبره، لاحظوا على فكره ان انا عندي امر في خاصيه اسمها الفاليو. لو انا رحت هنا عند المتغير الثاني، المتغير الثاني اللي هو بيقول الخبره، فانا لو بصيت عليه كده هبص يقول لي من 3 ل 5 سنوات، من 5 ل 10، من 10 ل 15. طيب بالنسبة للحالة الاجتماعية كان في عندنا قيمتين، حاجة اسمها عذباء ومتزوجة ولديها أطفال. طيب في العمر، طيب العمر احنا كنا مقسمينه إلى ثلاث فئات، فممكن نيجي هنا ونقول برضو واحد أقل من 30، أقل من 30 سنة، وأقول آد. اتنين من 30 إلى 40، إلى 40. طبعا هو كان كاتب او كان الكاتب الباحث 40 ل 50، ممكن طبعا اقول 3، اقول ايه 40 في اكثر، لان ممكن يكون، لكن خليني التزم زي ما الشخص عامل، هقول من 40 الى 50، يعني كان الافضل نقول 40 في اكثر، ما اقولش من 40 ل 50. نفترض ان طبعا دول موظفين وعاملين، فبالتالي ممكن يكون ناس عندهم 52 53 55، ايه اللي يجبرني نقول من 30 ل 50 وانا مش ضامن ان يكون اي حد فيهم عمره يزيد عن كذا؟ لكن ما علينا. ده يا ريتكم تخلي بالكم من من اللي هو الفاليو، لانه ده من ضمن الحاجات المهمه جدا. طبعا انا ممكن اجي مثلا على المتغيرات الثانيه بدايه من هنا واقول له والله احنا عندنا كان في واحد، وواحد دي معناها قلنا واحد معناها ابدا ابدا، واقول له اد. اتنين معناها نادرا، واقول له اد. تلاتة معناها احيانا احيانا برضو، طبعا حسب قلت عندك انت موافق بشدة، عندك موافق غالبا غالبا، واقوم جاي له برضو اد. وخمسة دائما دائما، واقول له اد. خلي بالكم ان اللي انا عملته ده اثر على المتغير ده بس، هو انا همشي بقى كل واحد واحد اعمل له كده؟ لا، احنا اتفقنا ممكن اقف كده، يعني اطلع كده واقف بكليك يمين واعمل كليك يمين تاني واقول له كوبي يعني نسخ، واقوم جاي برضو وانا كليك يمين على الماوس، كليك يمين على الماوس، وايدي ما اتشالتش من على مش على الماوس، وانا اهوت كده واقول له بيست. بيست معناها حط لي كلام. اذا كل المفردات خدت نفس القيمه، لكن انا هقعد ان انا اعيد الكلام ده. طيب انا عندي هنا المتغيرات دي، هقعد اكتب برضو كده كويتشن واحد. طب انا عايز ادي المسميات دي في الاكسل، انت ممكن تسمي واحد وتسحب، تمام، وتسحب الكلام ده. انا طبعا افضل يعني ان انا اروح هنا عندي فاليو نيو واقول له سينتاكس، تمام. هيفتح لي الشاشه بتاعه السينتاكس اللي قدام حضراتكم دي، الشاشه ديت هكتب فيها امر صغير جدا، انا كنت في فيديو سابق وريته لحضراتكم. دي شاشه الاوامر، احنا عندنا متغيرات، غير لي من كويتشن 7 تو كويتشن 51، ده يساوي خليهم كده كويتشن 1 تو كويتشن 4 5 45. يبقى وانسش النقطة، احط نقطة في نهاية الأمر، نقطة هنا اهوت كده، نقطة في هذا الجزء عشان تحول لي الأمر اللون الأخضر يبقى مظبوط. وقام جاي نازل السطر أقول له اكسكيوت، يعني نفذ لي الكلام ده،
يبقى كده لازم مهم جدا يكون عدد يعني من 7 ل 51 دول يطلعوا كام يا جماعة؟ دول يطلعوا 45 سؤال. فعشان لازم يكون نفس الطول، يكون نفس الطول، اعمل select all واقول له كده run وانتظر. المفروض طبعا ان انا لو رجعت عند القيم بتاعتي هبص الاقي كويتشن واحد لغاية كويتشن 45، يبقى انا عندي فعلا كده غيرت اسامي المتغيرات، وده شيء كويس. اسيف اسيف. طيب يبقى احنا كده يا دوبك جهزنا المتغيرات بتاعتنا. تعال نروح بسرعه بقى نشوف حكايه الميسنج داتا في الاس بي اس اس. يعني ده الرمز، النقطه دي تعناها ميسنج داتا. الاس بي اس اس طريقه تعبيره عن الميسنج. خليني بس ان انا احط لكم دايره على الجزء ده كده، بحيث ان حضراتكم تقدروا تشوفوا معايا الميسنج عند الاس بي اس اس. النقطه ديت، النقطه دي هي معناها ان القيمه ديت ميسنج، يبقى معناها ان القيمه دي ايه؟ القيمه دي ميسنج. ده طريقه الاس بي اس اس بالتعبير عن الميسنج. فهنظللها كده ونقول يا جماعه طيب خلي بالنا دي طريقه تعبير عن الميسنج. طب انا عندي قد ايه ميسنج؟ عشان نجاوب على السؤال ده هوت، عشان نجاوب على السؤال ده هوت بنحتاج ان احنا نعمل تكرارات. فهروح على انالايز وانزل على ديسكريبتيف ستاتستكس فريكوانسيز. وطبعا انا ما يهمنيش حكايه المدرسه، خليني اعمل ريسيت. ما يهمنيش المدرسه، انا عايز العمر وعايز الخبره. لاحظوا العمر بحرف الاس الصغير ده، حرف الاس الصغير ده معناه ان ده سترينج. العمر طبعا ممكن اغيره مفيش اي مشكله. ده الخبره اورجينال، الحاله الاجتماعيه نومينال بس نوميريك، والباقي كل ده اورجينال. فطبعا انا عايز اعرف ان كان عندي اي ميسنج، فهدخل القيمه دي بهذا الشكل وادخلها هنا كده واقول له كده اوكي، وانتظر برضو الى ان تظهر النتائج. هتظهر لي في هذا الجزء تكرارات. اطلع بس على اول حاجه ودي مهمه جدا. اول حاجه اللي هو اول سطر اللي هو valid وميسنج. يبقى حجم العينه بتاعتي 120، واللي عندي الميسنج زي ما انتم شايفين في المتغير الخبره في واحده ميسنج، الحاله الاجتماعيه 5، الكويتشنز الاولاني ما فيهوش. طبعا صفر كده معناه ما فيش ميسنج. فامشي كده في بعض المتغيرات زي السؤال رقم 6 ميسنج في واحد في واحد في واحد. ارجع ابص بقى تاني بقى عرفت الميسنج. طب اوتلايرز في حاجه غريبه؟ انا عندي اقل من 5. ايه بقى ديت اقل من 30 وكما من 30 ل 40؟ في حاجه هنا غلط، في حاجه هنا غلط. فدي لو انا رجعت لمتغير العمر هقدر اعرف المشكله فين. فده هنرجع لها عشان نشوف برضو حاجه كده، حاجه مش طبيعيه. طب هنا في من 3 ل 5 ومن 5 ل 10 عزباء ومتزوج، مفيش حاجه غريبه. القيم احيانا ونادرا ودائما كل القيم منطقيه، مفيش اي حاجه غريبه، كله ماشي تمام تمام تمام. يبقى انا اذا انا عندي بس هرجع للداتا مره ثانيه وبالسؤال بتاع الخبره مثلا، العمر اسف اللي هو العمر، العمر هبص هلاقي في قيمه ليا ديت. ايه معناها القيمه دي؟ طبعا ده خطا في البرمجه نفسها بتاعت، فده ممكن احوله الى ميسنج. ما احطش بقى صفر، ما احطش اي حاجه على مزاجي، يعني يا دوبك احط نقطه كده على انها ميسنج. واحنا قلنا ان الاس بي اس اس بيتعامل مع دي كانها ميسنج، تمام. فلو رجعت مره ثانيه هنا عند الداتا بتاعتي في العمر ديت المفروض تتحول الى ميسنج. انا ما عنديش ميسنج خالص، بس لما هدخل دي هتبقى ميسنج. عيد نفس الموضوع مره تانية، اقول له كده اوكي. اقضي وقت طويل جدا مع هذا الجزء عشان خاطر تقدر تعرف بياناتك تفهمها صح. لو فوجئت بحاجه بعد كده الدنيا مش هتبقى كويسه. الخبره طبعا هنا العمر، ده العمر، خلينا لا ده قبل ما دخل التعديل الجديد. شوف كده اطلع فوق في هذا الجزء واشوف كده من الاول اللي هو السؤال بتاع تمام تمام. حنزل كده 45 سؤال خلصوا. بدأنا هنا في العمر، العمر من الخبرة، الخبرة بقى عندي واحد في ميسنج، تمام.
العمر من 30 ل 40 ومن 40 ل 50 واقل من 30. خلي بالكم، بص بقى عندي حاجه هنا، ثلاث حالات فاضيه. فاضيه يعني ايه؟ يعني مفيش اي حاجه اتحطت في الجزء ده. طب دولت ايه الثلاث حالات دولت؟ لو انا رجعت ان هو الثاني كده عند العمر، وجيت مشيت كده وقلت له رتب يعني تصاعدي، يعني خلي لي كده فاجيب لي ثلاث حالات زي ما انتم شايفين، ثلاث حالات دولت معناهم بيانات مفقوده، المفروض ان تبقى بيانات مفقوده، تمام. لكن لان العمر الى الان بيتعامل كانه سترينج، فمش قادر يعملها على انها بيانات مفقوده. طب نعمل الموضوع ده ازاي؟ لو انا رحت هنا هو الثاني عند العمر، اروح هنا واقول له نيوميريك كونتينيو اوكي، هرجع مره ثانيه، يبقى العمر عندي ثلاث قيم يعتبر قيم مفقوده، بس لانهم كانوا نيوميريك كانوا سترينج ما كانش قادر يوصل لهم. فهرجع مره ثانيه عند فريكوانسيز، خليني بس ان انا اروح عند الاوتبوت كده اشيل كل الكلام ده، برضو يهمني تعرفوا بشيل الكلام ده كله ازاي. بروح هنا عند كلمه اوتبوت واظللها وديليت من الكيبورد، كله كده اختفى. هرجع مره ثانيه برضو، اخر تحليل عملته كان فريكوانسيز، وهقول له اعمل لي تكرارات لكل الكلام ده مره ثانيه عشان اشوف الـ العمر بقى عندي 3 ميسنج. كانش قاريهم قبل كده، كانش قاريهم ليه؟ لانه كان شايفهم ان هم ميسنج، كان شايفهم ان هم ده سترينج. لكن لما حولتهم له، طب دول هعمل فيهم ايه بقى الميسنج؟ هنشوف مع بعض برضه. زي ما قلت ان انا اشوف اي حاجه غريبه، اي قيمه مش منطقيه اعتبرها اوتلايرز واستبعدها. طبعا انا ما عنديش هنا حاجات الى اي حاجه هنا تعتبر اوتلايرز، لاني ما عنديش مثلا القيم احنا 1 2 3 4 5، فهم طبعا نادرا واحيانا وغالبا والكلام ده كله ماشي سليم. طب انا دلوقتي الميسنج ده هعمل فيها ايه؟ الميسنج ببساطه انا ممكن ان انا اعمل الاتي، اروح على الداتا هنا بتاعتي خلاص، ولان عدد الميسنج زي ما انتم شايفين اكيد حضراتكم شفتوا ان عدد الميسنج قليل، فممكن ببساطه ان انا احذف اي شخص عنده القيمه ميسنج. يبقى مره ثانيه لو انا بصيت كده عند الاوتبوت، لاحظوا هنا في 3 1 5، في حاجات ما فيهاش، لو مشيت كده في حاجات ما فيهاش، في حاجات فيها 1، فقيم الميسنج قليله، قيم الميسنج قليله. فممكن ان انا اخلص من الكلام ده في ان انا اعمل ديليت للقيم اللي هي تعتبر ميسنج. اعمل ديليت، لا اعمل ديليت ازاي واخلي الداتا بتاعتي من غير ميسنج؟ اروح على داتا تمام، واطلع بس فوق كده، يبقى انا عندي داتا هنا اهوت، عندي داتا ونزلت، هطلع برضو دي فوق شويه عشان بس اقدر اشوف الكلام ده. يبقى انا من داتا نزلت، خليني برضو اطلع لفوق خالص، يبقى من داتا نزلت رحت عند سيلكت كيسز، اخر حاجه تحت خالص سيلكت كيسز، اختار الحالات تمام. طيب سيلكت كيسز جبتها منين؟ مره تانية من قائمه داتا، يبقى من داتا نزلت لغايه لما وصلت لسيلكت كيسز. يبقى انا كده داتا نزلت لغايه لما لقيت نفسي عندي سيلكت كيسز اللي هي ديت. طبعا ممكن ارفعها كمان سنه كده واقول له كده وريني عشان بس توضح لحضراتكم، سيلكت كيسز اللي هي ديت اخر حاجه تحت. طب هيقول لي اختار انه حالات، اقول له والله اختار الحالات لو في شرط تحقق. يبقى جبتها منين انا في سيلكت كيسز؟ اخترتش الاولانيه، لا اخترت الثانيه، اف كونديشن از ساتيسفايد. ايه هو الكونديشنز؟ هجيب كده اقول له والله لو كان في عندنا امر اسمه او في داله اسمها ان مس، يعني لو كان عدد البيانات المفقوده لمين؟ من اول السؤال رقم 1 2 لغايه اخر سؤال اللي هو اخر سؤال رقم 45، لو عدد المس بتاعهم ده يساوي صفر، هو دي الحالات اللي انا عايزها. يعني عايز النمبر اوف مس، طبعا لو انت رحت هنا عند اول ونزلت تحت كده في الدوال ودورت على حاجه اسمها ان مس، هتقدر يعني حرف الان مترتبه ابجدي ان مس، هيقول لك الان مس دي معناها ايه؟ دي ريتيرن اكونت اوف ارجمنت ذات هاف سيستم اند يوزر ميسنج فاليو،
طبعا اي قيمه مفقوده هيقول لك انا عايز القيمه المفقوده تبقى بصفر، بقول له كده كونتينيو. هيسالني طب انت الداتا الجديده عايز تعمل فيها ايه؟ اقول له والله ديليت ان سيلكتد كيسز، يعني البيانات اللي فيها ميسنج احذفها، ديليت ان سيلكتد كيسز، واقول له كده اوكي. هرجع مره تانيه للداتا بتاعتي، هرجع من خلال النجمه ديت، النجمه دي هرجع للداتا. طبعا هنا هوت الداتا، هنا هو سيلكت ان سيلكت كيسز، المفروض ان هو يكون شيل الكلام ده كله. فانا لو رجعت هنا هوت مره تانيه، بنروحت عند انالايز سيلكت كيسز، وقلت له والله اختار ايه في الكونديشن ده اتحقق، ايه الكونديشن نمبر اوف ميث للكويتشن ده بيساوي صفر، فقال لي عايز ايه المتغيرات، فقول له والله ديليت ان سيلكتد كيسز، يعني الحالات اللي هي اخترتهاش استبعدها. طبعا الحالات اللي انا ما اخترتهاش، انا طبعا اخترت الاسئله، طب والحاله الاجتماعيه وديت انا ما اخترتهمش، والعمر انا ما اخترتهمش عشان كده خلاهم. طبعا لا، الكلام ده مش صح، احنا المفروض نرجع كده داتا ونقول له سيلكت كيسز، ومن سيلكت كيس روح كده وندخل مش من اول السؤال الاولاني، لا ده انا عايز من اول الموضوع خالص، العمر الزمني، لو في ميسنج في العمر الزمني استبعد، برضو استبعد، واقول له كده كونتينيو. كونتينيو اوكي. كونتينيو اوكي، واقول له كده اوكي. والمرة دي طبعا لما هروح مش هلاقي اي ميسنج داتا. يبقى زي ما حضراتكم كده شايفين، احنا كده اتخلصنا من الميسنج داتا، جهزنا المتغيرات اللي هي فيها متغيرات فئويه، تمام كده البيانات جاهزه، بحيث نعمل الخطوه رقم 3 اللي هي خطوه الريفرس ايتمز. مهم جدا ناخد بالنا ان كلمه ريفرس ايتم، ان انا اعيد ترميز الانكودنج او اعمل اعاده ريكودنج للمفردات السالبه. مفهوم المفردات السالبة للأسف مش واضح في ذهن كتير جدا من الناس. كلمة سالبة بنقصد بيها أنها تعبر عن سلوك عكس أو مخالف للمفهوم الذي تهدف الأداء إلى قياسه. يعني لو أنا مثلا عندي مقياس للسعادة، فأي سلوكيات بتعبر عن عكس السعادة بتعتبر سالبة. لو أنا مثلا بتكلم على الاكتئاب او بتكلم على القلق، فاي سلوكيات بتعتبر سلوكيات عكس القلق او الاكتئاب، يعني الشخص مثلا عنده اكتئاب، لو جيت قلت له اشعر بالتفاؤل فدي عباره سالبه. شخص عنده اكتئاب وبقول له انت تشعر بالتفاؤل، يبقى عنده عباره ايه؟ عباره سالبه. ليه؟ لان سمه الاكتئاب بتبقى في شيء بشكل من اشكال التشاؤم، اذا دي عباره سالبه. اذا البعض للاسف بيفهم خطا ان العباره السالبه هي العباره التي تعبر عن سلوكيات غير مستحبه. لا، مش كده خالص. العبارة السالبة هي العبارة التي تعبر عن سلوكيات تخالف أو عكس السمة التي تقيسها الأداء. فإذا كنا بنتكلم إيه هي السلوكيات التي تعبر عن الاكتئاب، فممكن أعبر مثلا رغبة الحزن، مش عارف اضطراب في النوم، مش عارف عدم وجود شهية للطعام، كل الكلام ده يعتبر يعبر عن الاكتئاب. أيوة، فلما أقول بقى والله أشعر بالتفاؤل، أشعر بأن أنا شخص يعني بالسعادة، إذا ده عكس، دي عبارة عكس سالبة، بالرغم إنها عبارة بتعبر عن سلوكيات إيجابية. طب إزاي نعيد إعادة ترميز العبارات؟ ببساطة بنروح كده عند ترانسفورم، بروح عند قائمة ترانسفورم، ومن قائمة ترانسفورم عندي ريكود انتو سيم فيريبل. عندي طريقتين لإعادة الترميز، إما إن أنا أعيد ترميز في نفس المتغير أو أعيد ترميز في متغير آخر. طبعا كل واحدة ليها عيوبها ومميزاتها، كل واحدة ليها عيوبها ومميزاتها. عيب فكرة ان انا اعيد الترميز في نفس المتغير، ان الباحث يعني للأسف الشديد ممكن يجي بعد فترة وينسى وانا عملت اعادة ترميز ولا لا. فطبعا عشان يعرف، هو مش هيعرف من الارقام، مش هيعرف من الارقام، وبالتالي ممكن يعيد الترميز مرة تانية ويخطئ ويعيد، فدي مشكلة.
ولو عمل حاجة خطأ، لو عمل إعادة الترميز غلط، برضو البيانات الأساسية بتبقى اختلت وضاعت وراحت خالص. ولذلك البعض بيقول طب ما أنا ممكن أعمل إعادة ترميز في متغير آخر، يعني أنشئ متغير آخر يحتوي على العبارات، يحتوي على القيم، بس بعد ترميز، بعد إعادة ترميزها. طبعا ده ليه ميزه وبرضه في نفس برضه ليه عيب. العيب ان الناس لما تيجي تعمل تحليلات احصائيه بتكون نسيت وتدخل تدخل المتغير الاساسي اللي هو كانت بتستخدمه قبل عمليه الترميز. ولذلك احنا طبعا هنحاول، انا افضل طبعا ان احنا نعمل اعاده ترميز في متغير اخر، ولذلك هروح على ترانسفورم واختار ريكود انتو ديفرنت فيريبل. هنبدا بدي الاول، خلينا نبدا بديت الاول. هيقول لي طب ايه المتغير اللي انت عايز تعمله؟ نشوف بقى، نفترض ان انا عندي المتغير، نفترض ان انا عندي المتغير الثاني والسادس والعاشر مثلا يعني، تمام؟ هيقول لي طب الجديد اسمه ايه؟ كل واحد من دول لازم اعاد تسميته، فاعرف انا مظلل مين؟ نفترض انا مظلل واحد. طبعا افضل حاجه ان انا اكتب كده كويتشن 2 اندرسكور ريفرس، يعني تم اعاده ترميز، واقول كده تشينج. يبقى كويتشن 2 هيعاد ترميزه في كويتشن 2 اندرسكور ار. نفس الامر كويتشن مثلا 6، كويتشن 6 اندرسكور ار برضو ده اعاده ترميز ليه، اقول له كده اتشينج برضو. واخر حاجه مثلا كويتشن 10 اندرسكور ار ده اعاده ترميز وتشينج. يبقى انا كده المتغيرات لو انا دخلت حاجه غلط ممكن ارجع لها تاني واصلحها وارجع. مثلا افترض ان انا كويتشن مكتوبه صح، لا مش مكتوبه صح، ممكن اعدلها، ممكن ارجع تاني اكتب ار كده ونجي كاتب ار كده تاني واقول يعني اذا كانت حاجه غلط واصلح واعمل تشينج خلاص. طيب اولد اند نيو فاليو، هنا طبعا القضيه المهمه جدا. احنا عارفين ان المتغيرات اللي هي الاسئله محصور بتبدا من خمسه او من واحد لخمسة، العكس بعكس الكلام ده، يعني نقول الخمسة تاخد واحد واقول له كده اد، والاربعة تاخد اتنين واقول له اد، والتلاتة هتظل التلاتة كما هي. البعض يقول لك طب نكتبها ليه؟ بتكتبها ليه؟ لان حضرتك بترمز في متغير اخر، لو ما كتبتهاش المتغير الاخر هيعتبرها ميسنج. خلي بالك من الحاجات الصغيرة دي، لكن لو كنت بتعمل اعادة ترميز في نفس المتغير فانت فعلا مش محتاجها، لكن في متغير اخر يبقى لازم انك انت تكتبها برغم انها مش هتتغير، برغم مش هتتغير. ثم اقول له بعد كده يبقى الخمسه بقت واحد، بعد كده عندي الاثنين هتبقى اربعه واقول له اد، بعدين الواحد هيبقى خمسه واقول له اد. قبل ما تقول اوكي اتاكد كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه في الجزء ده، خليني بس كده اوضحه لحضراتكم. يعني الجزء ده كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ايوه تمام. خليني اعمل كلير واخد ده احسن مستطيل واقول كده 1 2 3 4 5 تمام، وده عكسه 5 4 3 2 1. اتاكد من الكلام ده قبل ما تعمل، ولازم يكون مقياسك خماسي، لو ما كانش خماسي الكلام ده ملوش معنى تمام. فاذا خلي بالك من ده قبل ما تقول اوكي، وبعدين تقول كونتينيو كونتينيو. يبقى حاجه هنا اقول كونتينيو ثم اقول اوكي. اوكي معناه انه هينشئ ثلاث متغيرات جديده هيتحط فيها قيم المتغيرات دي بعد الترميز، اقول كده اوكي. هرجع مره للداتا وهيبقوا في الاخر خالص، هيبقوا في الاخر للاسف برضو ما بيبقوش قريبين من القيم اللي موجوده. اشوف هنا اتنين فين في الاخر، تلاته. عشان كده بقول ايه، لما نيجي نعمل تحليل احصائي بقى بننسى الريفرس ده، بننساه. طبعا انا افضل ساعتها ان انت تحطه قريب من المتغير بتاعك. تعمل يعني ممكن انت اختار الطريقه اللي تناسبك، دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي احنا قلنا عليها ممكن اقول له برده كده ريكورد انتو سيم فيريبل، فهنا برده اختار المتغيرات اللي احنا قلنا 2 و6 و10، 2 و6 وش معنى دولت؟ لان انا من مقياس عارف ان دي عبارات سالبه 6 و10. طبعا هنا مش هقول للاسامي الجديده ايه تمام، فاقول له كده. هيقول لي طب اديني القيم اللي، فاقول له والله برضو الواحد، الواحد هنا هتبقى خمسة وما انساش كلمة اد، والاتنين هتبقى اربعة ما تنساش كلمة اد، والتلاتة ممكن اكتبها هنا او ممكن لا، هنا ممكن تتكتب او ممكن لا. ليه؟ لان انا برمز في نفس المتغير، لكن في التاني كان لازم اربعة هتبقى اتنين اد،
وخمسة هتبقى واحد اد. برضو نتأكد ان خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كونتينيو. اوكي، في الحالة دي المتغير الجديد، يعني انا لو خدت ده كده، خدت ده كده وبدأت اتحرك كده، ارجع جنب المتغير رقم اتنين، المفروض الاتنين يكونوا متطابقين. يعني متطابقين يعني الاتنين يدوا نفس القيم، سواء عملت كده او عملت كده المفروض يدي نفس الايه، نفس القيمة. فهرجع كده مرة تانية، انا كده بعمل دراجنج، بحاول اسحبه عشان احطه جنب رقم اتنين. يعني احط المتغير اللي انا عملته بطريقة ريفيرس انتو ذا سيم كود. طبعا مع حكاية الارقام العشرية دي يعني ما تضايقناش في حاجة، لان هنشوف طبعا هنلاحظ الارقام هنا ما فيهاش ارقام عشرية، هوضح لكم برضو نخلص منها ازاي. طبعا احنا الميسنج داتا ومش ميسنج داتا كل الكلام ده احنا اتعاملنا معاه في حدود ال، فانا هاجي هنا اهوت كده واقوم جاي حاطه نو كده، ف او ارجع تاني كده خليه نوت كده، يبقى ده كده اسحبه واقوم جاي حاطه نو كده جنب بعض يعني. ف سوري، كده السؤال رقم اتنين وده اتنين ريفرس، اتنين واحد لازم يبقوا نفس القيمة. طبعا لو انا رحت ينوط كده وحبيت اتخلص من الارقام العشرية، ادي الارقام العشرية بتخلص منها، خليها كده اصفر بحيث يتطابق. يبقى الكويتشن اتنين واتنين ريفرس، الاتنين نفس القيمة، تلاتة تلاتة، واحد واحد. فدي الطريقة ديت، والطريقة دي تصل بينا الى نفس الايه، الى نفس الموضوع. يبقى اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي هي فكرة البيانات المتطرفة والميسنج داتا نتعامل معاها ازاي، وفي نفس الوقت ازاي نعمل ريفرس للايتمز. ده لازم يتم قبل ما احسب الدرجه الكليه على المقياس، لازم يتم قبل ما احسب الدرجه الكليه على المقياس. الدرجه الكليه على المقياس بتتحسب ازاي؟ طبعا بنروح على امر ترانسفورم واقول له كومبيوت فاريبل، وافترض ان انا عندي نقول مثلا دايمنشن واحد البعد الاولاني مثلا، ده في بقى ايه السؤال رقم واحد زائد مثلا، يعني طبعا انا بشوف كده 3 زائد 7، بكتب كده بنفس الطريقة لغاية لما اشوف البعد الاولاني وكل واحد بينهم علامة زائد واكمل، واقوم جاي قايل له كده اوكي. اوكي معناه انشئ لي طبعا البعد الاولاني بيشمل العبارات ديت. كونتينيو اوكي. لو رجعت للداتا هبص هلاقي في الجزء اللي في الاخر، في اخر الموضوع في الاخر عندي حاجة اسمها دايمنشن، ده برضو بنفس الطريقة اعمل الدايمنشن الثاني، هقول له برده كومبيوت فاريبل واقول له والله هنا ريسيت، رجع كل حاجه. الدايمنشن الثاني في حاجه اسمها دايمنشن 2 تمام، وبرده ده مثلا بيشمل نحط بقى 4 مثلا ومش عارف و8 و12 وامشي كده و16. هل ينفع الكلام ده؟ لا طبعا الكلام ده ما ينفعش، لازم اقوم جاي عامل ايه، هقول كده 4 وزائد 8 وزائد و 12 وزائد، لازم علامة زائد تبقى موجودة، واخر حاجة مثلا و 16 مثلا. يبقى كده لو حط الزائد بعد ال 16، لو حطيت زائد هيديني خطأ، لازم ما بين كل متغير ومتغير يكون في علامة الزائد، لكن اخر واحد ما فيهوش، مفيش حاجة بعده، واول واحد مفيش حاجة قبله، واقول له كده كونتينيو تمام. يبقى احنا كده ادي البعد الثاني، وهكذا البقية الايه الابعاد. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل ريفرسال للايتمز، وازاي ان احنا نعمل نستبعد البيانات البيانات اللي هي الاكواد المتطرفه او القيم المتطرفه اللي هي ممكن تعتبر يعني مبالغ فيها، او تكون طبعا لما بنجمع بقى المتغير ده قد تظهر بقى هنا قيم متطرفه، قد تظهر هنا قيم متطرفه المتغير ده. ازاي بعرف القيم المتطرفة في المتغير ده؟ هنا بتبقى الرسم البياني مهم جدا. الرسم البياني اروح على جرافس واقول له تشارت بيلدر، يعني كده عشان خاطري طبعا اصبح متغير متصل، فممكن ان انا اكتشف بقى ايه القيم اللي تعتبر ذات قيمة عالية، واقوم جاي نازل تحت هنا كده، ده اللي انا عايزه. هتعمل له ايه؟ ممكن والله اعمل له بوكس بلوت. احسن حاجة لاكتشاف القيم المتطرفة هو البوكس بلوت. بوكس بلوت على انه متغير، اقول له والله هات لي مثلا دايمنشن واحد، طبعا هنا في الواي دايمنشن واحد،
هات لي كده دايمنشن واحد. في الاكس انا مش عايزه لكل حاجه لوحدها ولا حاجه، بس انا كده مثلا دايمنشن واحد، ده الدايمنشن واحد تمام، فاقول له كده اوكي واستنى برضو النتيجه انها تظهر. هبص هلاقي كده في الاخر، في الاخر طبعا هنا في الجرافس، هو طبعا بيعمل ران للجرافس. حضراتكم لو بصيتوا تحت هنا في الجزء اللي تحت هتلاحظوا انه بيعمل ران للجراف. بيعمل رانينج للجرافس. طبعا اول مره بتستخدم فيها الجرافس بتاخد وقت شويه، لكن بعد كده بتبقى كويسه ما بتاخدش نفس هذا الوقت. فطالما كاتب لك رانينج جرافس فننتظر لغايه لما يخلص. طبعا هنا بدا يظهر جي جي جراف، بدا يطلع لنا الرسم البياني بتاع المتغير اللي هو بتاع الدايمنشن 1. اشوف بقى في عندي قيم متطرفه، يعني القيمه دي هل دي قيمه متطرفه؟ دي مرشحه انها تصبح قيمه متطرفه، اللي هي القيمه ديت دي مرشحه انها قيمه تصبح قيمه ايه؟ متطرفه. لان طبعا ايه ال 50 دي؟ 50 دي رقم الحاله ديت، رقم الحاله تمام. الحاله دي واخده قيم منخفضه جدا، فانا لو رجعت هنا عند الداتا بتاعتي ونزلت عند رقم 50 ورحت كده عند المتغير اللي هو دايمنشن واحد، ها نجدها 13 مقارنه بالقيم الاخرى تعتبر قيمه متطرفه. فانا لو نزلت كده تاني، طبعا هي ما بين ال 14 وال 12 يعني الحاله رقم 50 دي مشكوك فيها انها تكون قيمه متطرفه. طب هو دي اقل قيمه موجوده 13 دي؟ والله يعني لو عملنا كده قلنا له مثلا تنازلي فهي القيمه الوحيده رقم 13 وبقيه القيم كلها زي ما انت شايف، فهذه ممكن تعتبر قيمه متطرفه. موضوع القيمه المتطرفه طب اعمل ايه؟ احذفه او اسيبه؟ طبعا الامر بيرجع كله للباحث، لكن دايما لما يكون عندك قيم متطرفه طبعا هنا قد تكون 13 و14 قيم مش بعيده قوي، ما تعتبرش قيمه متطرفه قوي يعني ما هياش عند الحدود الصعبه، فممكن ان احنا نسيبها. لو عملنا نفس الامر بالنسبه للمتغير الاخر نقول له كده شالد بيلدر برضو، بس المتغير ده يمنشن 2 طبعا واضح ان هو بادئ ب 12 وقيم 12 كتيره شويه، فممكن ان انا اقوم جاي رايح الجزء اللي في الاخر واقول له هات دايمنشن 2 تمام، واقوم جاي له برضو في الجزء اللي تحت كده هقول له كده اوكي وانتظر برضو ان انا اشوف الرسمه بتاعتنا للمتغير ده، هل هو حاطط لاي قيمه؟ هنا طبعا مش حاطط اي قيمه متطرفه لان عدد اللي في ناس جايبين 12 كتير قوي. زي ما قلت خلي بالكم ان الرقم ده بيشير الى ترتيب الحاله، ترتيبها كانت رقم 50 في الداتا الاصليه. طبعا احنا الخطوه دي كلها او اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي كله بينصب على فكره ازاي ان انا اجهز الداتا بتاعتي، ان انا لو عندك اكتر من بعد لازم تعمل له اكتر من رسمه وترسم الكلام ده وتبص عليه وتشوف اذا كان عندك قيم متطرفه. ويفضل طبعا انك انت لو عايز تبقى على قيم متطرفه تعمل التحليل في حاله وجود القيم المتطرفه في حاله عدم وجودها. لو لقيت ان القيم المتطرفة ممكن تشوه نتائجك فيفضل انها تستبعد، او انك طبعا مش عايز اقول ان ده مش وارد او بحسنى، لكن هذا ما تقول الكتب انك انت تذكر النتائج او تقول لي النتائج ايه في حاله وجود القيم المتطرفه وحاله عدم وجودها. او الطريقه الثانيه هو انك انت تستخدم طرق من طرق التحليلات الاحصائيه اللي تقدر تتعامل مع الطرق اللي بتاخد بالها من القيم المتطرفه وبتديها وزن اقل. برضو مش عايزين نتكلم في التفاصيل دي كلها، احنا قلنا عايزين نتكلم في الاستبانه بامورها البسيطه. الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم بقى على كيفيه حساب الثبات للاستبانه وكيفيه حساب الصدق للاستبيانات، لان دي قضايا قاتله الصراحه، قضيه الاستبيانات الاتساق الداخلي وصدق المحكمين والكلام طبعا الصعب جدا اللي احنا بنشوفه. هقف لغايه هنا في هذا الفيديو وان شاء الله نكمل في فيديو اخر. ارجو ان الفيديو عجبك، عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير. في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.